حان الوقت لتشكيل حكومة مؤقتة تتولى مسؤولية إدارة ما تسمى بالمناطق المحررة في سوريا، قناعة تأرجحت بين القبول والتأجيل بين أعضاء الائتلاف الوطني السوري المعارض برئاسة معاذ الخطيب المجتمعين في إسطنبول لبحث هذه المسألة. البعض يفضل إرجاء هذه المسألة في المرحلة الحالية، بينما يؤمن آخرون بضرورة تشكيلها لمسك زمام الأمور في المناطق التي استطاعت المعارضة المسلحة إخراجها من تحت سلطة دمشق. أعتقد أنه حان الوقت لولادة الحكومة على أرض صلبة. نحن بحاجة لهذا النوع من الحكومات لإدارة وتولي المهام في المناطق المحررة في سوريا وفي مخيمات اللاجئين في البلدان المجاورة. 10 شخصيات رشحت لتولي منصب رئيس الحكومة المؤقتة من الداخل والخارج، اختيروا من التقنقراط ورجال الأعمال والاقتصاديين، ومن أبرز الأسماء الأوفر حظا أسعد مصطفى وأسامة قاضي وغسان هيتو. سنحاول فعل أي شيء، وأنا سأختار السيد أسعد مصطفى، فهو يملك الخبرة الجيدة وهو مرشح مناسب. نحن نميز بين الدولة والنظام، ونحن بحاجة للدولة، لذا نلجأ للأشخاص الذين لا يزالون في داخل الدولة. رئيس الحكومة المنتخب في حال التوافق عليه سيقوم بدوره في اختيار أعضاء حكومته من الداخل والخارج، وتتمثل أهداف الحكومة الجديدة في العمل على توفير الخدمات وضمان وصول المساعدات إلى السكان، إلى جانب تشكيل أجهزة أمنية في المناطق التي تخضع لسيطرتها. وسيبحث اجتماع إسطنبول أيضا مسألة تشكيل هيئة تنفيذية طالبت الجامعة العربية بها شرطا لشغل مقعد سوريا في الجامعة، إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة. إذن يبدو أن المعارضة السورية في طريقها إلى مرحلة بناء مؤسسات بعد حصولها على دعم إقليمي ودولي وتحركات لدعمها بالسلاح، في ظل انسداد أفق الحوار السياسي بين طرفي الصراع.